اللي كاتبها وايد الانجليزي يقول ان مبارك الصباح كان يرشي المسؤولين في الدوله العثمانيه وخاصه في ولايه البصره، حتى حمدي باشا اللي هو والي البصره يعين قائم مقام على الكويت. فهذه تعكس لك شخصيه غير الشخصيه اللي شخصية. بعدين هذا شخص انقلب على الحكم، محمد كان يحكم واخوه جراح كان مستشار عنده، كونك والله تروح تذبح اخوك اللي اكبر سنا منك، كان ريال مسن ترى ما يحتاج رصاص وما يحتاج يعني هالاغتيال العنيف، هذا انقلاب على الحكم، ولذلك المفروض ما يعتبر مؤسس يعني، لان هذا تاسيس على الدم معناه.